مرحبا بني سري دي مرحبا بك علي جات بالتاج ديالها بكل شيء باوي جات بالتاج مرحبا بك تفضلي مرحبا تفضلي مرحبا بك كيف بقيتي كل شيء صافا شويه الحمد لله داير الحمد لله ما يكون باس قدرنا فهمتي ما نعاودش سلاح عكاز وسلاح ابيض شكون لك نيسري بخير لاباس الحمد لله مرحبا بك ميس اغاب في فيل 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 2018 شنو هي فيل شنو معناتها فيل فوالي فيل اوكي سامحش ما كنتش عارف هاد القضيه بالامريكانيه اوكي بالانجليش امريكانيه اوكي I'm gonna put my veil ها Yeah, check off your veil. Let me see. Check off your veil right now. I'm telling you the truth. Check off your veil. Don't be scared. Well, مرحبا بك. انت عندك 25 عام يا نسرين. انت تزيتي في العيون؟ تزيت في العيون بالصحراء. مرحبا. قريتي بريمير امام مالك، قريتي بعد في قنيطره الكوليج. اللي سيتو في قنيطره 2010 2012 درتي عامين لانستيتيو دو باتيمون دي ترافو بوبليك في الرباط. 2013 درتي ليسونس بروفيسيونيل سيونس اي تكنولوجي ديال السيمون والسيراميك ديال السيمون جليج هادشي اللي كاين يونيفرسيتي بنو طفيل في قنيطره عامين 2015 درتي ماستر سبيسياليزي انجينيري جيني دي ماتيريو اي تكنولوجي دي سيمون اي سيراميك فوالا تري بيان عامين 2018 دابا انت راك ديري اول عام في الدكتوراه ديال جيني سيفيل نعم تبارك الله عليك تبارك الله تبارك الله عليك شكرا البنت قاريه وي تبارك الله ما شاء الله ولا بغيتي تجوجها ما شاء الله ما شاء الله بغيتي تجوج اخويا ها ما كاينش اللي ما يبغيش فهمتي رابور جيني سيفيل راهي هذيك صح حياه واعره حياه زوينه انت عندك انت مش حالي انت في الانستغرام كاينه في الانستغرام شحال باش دخلتي الانستغرام مش حال هادي ولكن وليت اكتيف فيه غير هادي عام ونص عامين تقريبا واخا انت باش معروفه في الانستغرام معروفة بلي بوست بوزيتيف بوزيتيف الطاقة الإيجابية الطاقة الإيجابية واخا الطاقة الإيجابية يعني كتقولي شي حوايج للطاقة الإيجابية هادشي باش أنت معروفة في الإنستغرام ماشي شي حاجة أخرى بور موتيفي لي جون تخي بيان مهم بالنسبة لك علاش بغيتي ديري أنت هاد لا موتيفاسيون بغيتي تشجعي الناس على أنهم يكونوا موتيفي الشباب علاش أنا في الحقيقة في لونتوراج ديالي هكا كنبغي نعاون لي جون بحدايا ديما كنصح اي حاجه قرايه في بيرسونيل اللي عندها مشاكل فقلت علاش لا هذا المحتوى هذا ما نحولوش للعالم الافتراضي اللي لقى اقبال كبير بزاف شحال ديال الفولوور في انستغرام دابا 60000 ولا 64 ولا ما جي با فيريفي 60000 تقريبا سي اف اكثر بغيت تبعوها سميتها نيسرين ال كيتاني نيسرين افيك او ال ك او دو تي ا ان اي بحال دابا كتبتي مثلا الصديق الحقيقي نقول لك شنو كتبتي انت واش تشرحي لي علاش واخا الصديق الحقيقي هو الذي ينصحك اذا راى عيبك ويشجعك اذا راى منك الخير ويعينك على العمل الصالح وليس العكس سي فري هاد القضيه بيان سور صح علاش كتبتيها حيت وقع لك شي مشكل مع شي واحد لا حيت انت اصدقاء ديالك كاملين بحال هكذا ماشي كلشي كاينين الاصدقاء اللي كينصحوك بشي حاجه اللي غتنفعك وكاين اللي كينصحوك بشي حاجه اللي غادي تضرك وانت واش انت صديقه بحال هكذا انتي صديقه اللي كتنصحي صديقه اللي كتشجعي صديقه اللي بيان سور راه غنبغي الخير لاي واحد القريب ليا واللي براني انتي ماشي نوع ديال الصديقات اللي كيقول لها كتقول لها شوفي اختي هاد الشغله ما تبقى فيها بالله خاصك تردي عليها ولا تردي عليها بالله خاصك تردي عليها انا نقول كيفاش تردي عليها انتي شوفي هاكي هادي ديري لها في الماكله المره تجي عندك كتقولي قلتي عاوتاني في الانستغرام خدم على راسك وشجع راسك براسك ما تخليش فرصه بنادم فين يفهم عليك ويعجزك على احلامك وطموحاتك خليك قوي وشاد داكشي اللي باغي وتحدى راسك تحدى الناس وتحدى العقوبات للاسف المحيط ديالنا والمجتمع مازال كتغلب عليه السلبيه والناس متشائمين ولكن الحل بين يديك ما تخليش هاد التيار يجرك ليهم وتولي سلبي في حياتك هادو الناس اللي كيديروا لا كنسميهم انا لي دو موتيفاتور وي موجودين عطاهم الله هذا راسو بنادم اللي كتسولو كتقول لي انا راه بغيت ندير والحلم ديالي ندير ونمشي وهذا كيقول لك كتحلم بزاف ومالك اصاحبي لا حاجتك اصاحبي خليك خدام ترونكيل اصاحبي خليك في السونتر دابير مالك بخير اصاحبي 300 درهم في الشهر شكون عطاها لك اصاحبي ماك شتك انت شي تصوير ولا شي فن بحال ما هاد الفنانه ديالنا طوروا طفروا هما في حياتهم كاع شوف هذاك الممثل مسكين شو حال كيدير اصاحبي هذاك الفنان كيدير شداك انت كاع
صابدو صابدو كي 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 هما هما ما كيديروا حتى كيقولوا ما عارفينش هما هكاك عارفينش هما غير اللي هكاك داير اللي كيجي غير باش يديموتيفي كيحطمك كيخليك متشائم وياخذ منك ديك الطاقه الايجابيه اللي عندك ويخليك هكاك. هذا الشيء اللي كاين. ونهار تنجح يعيط لك يقول لك اش قلت لك؟ قلت لك غادي توصل قلت لك جاي ديك النهار قلت لك غاتوصل والله غير قلت لك باش نشجعك وداك الشيء وتوكل عليك تشجعتي الحمد لله. وهذا ودابا كيفاش؟ ما نربحوش شي حاجه حنا؟ سمعتكم كتربحوا شي تليفونات انتم هاد الايامات ها؟ قلتي كنتفكر هادي عامين كنت امر بظروف اللي كانت تخليني نتخلى على دراستي وكذلك وكنت انا ذاك في سلك الماستر. تلقيت مكالمه من سيده كنت احترمها جدا كان مضمون الحديث تشجعني انني نستسلم ونتخلى على دراستي وطموحاتي لانه كان بالنسبه لي احلامي تخربيق. بالنسبة لها هي كان احلام ديالك بالنسبة لها هي تخربيق واخا نطير نزل ما غادي نوصل والو. كانت مدة المكالمة ساعة ساعة و45 دقيقة. او هذا شي هذا ابونمون هذا سور ابونمون هذا ياك ابونمون. كانت مدة المكالمة ساعة و45 دقيقة فقط لتقنعني باش نخلي كل شيء. فاش قطعات فكرت لمدة يومين علاش هاد السيدة دارت هاد المجهود كامل باش تقنعني بغات تقنعك باش ما تكمليش داكشي اللي كنتي باغي دير ياك. فكان قراري انني ندير العكس لذاك الشيء اللي قالت. علاش كتفكريني هذا الشيء؟ كتفكريني في النمر المقنع حيت النمر المقنع كيشجع عقلتوا عليه كيشجع بزاف. انا النمر المقنع لعب واحد الدور كبير في حياتي انا ياك موتيفاك وتقريبا انا وليت من منشط في اذاعه بالنمر المقنع حيت هو كان صحفي صحفي فاشل فهمتي وانا وليت مذيع فاشل. هادشي علاش بنولي انايا كاع لن استسلم ابدا لن اعس ابدا لن استسلم ساخلص الحلبه من كل الشرور. سي فغي استسلم باوي تخي تخمو تخمو مو كتكتبي بزاف تبعوها في الانستغرام ديالها دي سريمونتي 2018 دوك الدكتوراه اي هادي تمستين كنتي كديري العمل الجمعوي ومازال كنديرو مازال كديري كتوجدي زيفينمون ياك العمل الجوي شمن فين خدمتي شمن جمعيات فين بلايص؟ كنت في عده جمعيات في الاول كنت بديت بجمعيات للاعمال التطوعيه والخيريه يعني كنت كنمشي كمتطوعه فقط كنشارك كنا كنديروا زيارات لدار الايتام دار العجزه كانوا بزاف بحال الافطار عابد سبيل في رمضان كانوا بزاف ديال لي زاكتيفيتي بحال هكا. من بعد وليت كنتحول لجمعيات اللي فيها شي حاجه برودكتيف بحال كيكونوا دي فورماسيون ديال كوتشينغ كيكونوا دي فيزيت لشي بلايص جدادين مزيان الله يكبر الخير. باقا دابا كتكملي ودابا عاد ديرها اكثر دابا عاد زاد اكثر دابا خاصك ديرها دابا ولات ملزوم عليك ديرها. شاركتي في مسابقه ميس اغاب فوالي دونك ميس اغاب فيل ملكه محجبات العرب في افريقيا. فين فين تقيتي فين كيتقيدوا الناس؟ دابا المسابقه انا ما كنتش كنعرف عليها في الاول حتى شي حاجه كانت الكاستين كان فيفري. هاد المسابقه اول مره غادي يجيو المغرب فيفري العام اللي فات. نو ماشي العام اللي فات فيفري هذا المسابقه هي كاينه في مصر اول مره غادي يدخلوا المغرب هذه ليديسيون الرابعه ديالها. واخا فاش كانوا قربوا يدخلوا المغرب توصلت برسائل في انستغرام من البنات اللي متبعيني سكرينا ولانونس اللي حاطينها هما في فيسبوك كيقول لي نسرين كاينه واحد لا بغيت خصك تمشي لها هما اللي نوميناوي باش نمشي. توصلت بالرساله الاولى الثانيه الثالثه فاش بدا داك الشيء كيتزاد قلت بوكوا با مشيت كنقلب على هذه المسابقه هذه وقلبت على الارشيف ديالها شفت الشروط اللي كيطلبوا لقيتها انها كتوالمني. شنو الشروط؟ الشروط اللي طالبين هو انه يكون عندك مستوى دراسي عالي مستوى ثقافي يعني اللي غادي يكون عندك زعما في المستوى وايضا تكون عندك فكره مشروع لصريح المراه العربيه. مزيان فاش شفت هاد الشروط ما ترددتش وكان عندي داك النهار الكاستينغ عامر فخويته مشيت طلعت لطنجه باش ندوز الكاستينغ من القنيطره لطنجه. الكاستينغ كان مع 10 ديال الصباح دونك درت ديبار مع 6 ديال الصباح مشيت انا واختي ليلى اللي كنقول لها كوكو. مشيت دوزت الكاستينغ اللي كانوا فيه لجنه من مصر ولجنه من المغاربه. شو طلبوا منك؟ كانوا اسئله تسولوني على الباركور ديتود ديالي على الدومين علاش اختاريته علاش جيت نشارك وشنو الهدف الى ديت اللقب شنو نقدر ندير به. شنو انا كنت جالسه في الدار وصلني سكرين شوت ديال انستغرام قلتها لهم قلتها لهم بصح قلت لهم مع البنات اللي رشحوني باش انا نجي انا ما كنتش كنعرف على المسابقه والحمد لله يعني توفقت في الكاستينغ وفاش تعنوا لي ريزولتا ديال الكاستينغ تهزيت بمجموع النقاط الاولى. مزيان هذه شحال من عام هما كيديروها ميس اراب فيل؟ هذا العام الرابع ديالهم الرابع هذا كيديروها واخا دوك تقبلتي
هذيك الساعه قال لك راك تقبلتي ولا تم بعد؟ لا من بعد جوج سيمانات علنوا النتيجه. مزيان، وانت الوحيده اللي مشيتي؟ لا احنا جوج مغربيات انا وإلهام بوادس. واخا إلهام بوادس مشيتي انتم وياه مشيتوا لمصر. اه مشينا لمصر. شنو مشيتوا درتوا تماك؟ مشينا في الاول احنا مشينا اصلا وفد مغربي ما مشيناش غير انا وياه حيت كانت لجنه من اللجنه لجنه التحكيم كانوا مغاربه. واخا. منهم كانت الاعلاميه حجيبه ماء العينين، كانت المصممه هاجر اعزيبو. مزيان. كانت الشاف هند، المهم ومن بعد كانوا اعلاميين اللي مصريين. مزيان. دونك فاش مشينا تما كانت عندنا ثلاث ايام الاولى معسكر تدريبي. اوه. كانت واحد الكامبينغ فيرمي. اسرع 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 وحده فيكم دير حجاب. لا كان معسكر تدريبي عباره عن ورشه تدريبيه اللي كان كيترأسوها دكاتره منهم مغاربه منهم اعلاميين منهم دكاتره من السعوديه ايضا واعلاميين مصريين. فكان بروغرام ترو شارجي لدرجه كنديروا فورماسيون من 8 الصباح تقريبا كنساليو حتى ل 12 الليل ولا 1 الليل. مزيان. وهذاك التنقيط ديال باش توجوا الملكه ما كانش مبني غير على النهار ديال التتويج ديال الحفل، كان مبني من النهار اللي وصلنا لمصر. كيحسبوا لكم واش كتجي في الوقت، واش كتحترمي الناس، واش دغيا كتداخلي معاهم، واش كتشارك فيك قوه الهضره، واش فيك قوه تبرقيك، واش انت شاطه ماطه. هاد كان واحد لا كاتيجوري شاطه ماطه مكتوب هكذا شاطه ماطه شاطه ماطه. حنا من الان الى النهارده حنا من برنامج شاطه ماطه نعرف يعني انت شاطه ماطه ولا مش شاطه ماطه. التصويت هذا العام 035 300 300 شاطه ماطه او مش شاطه ماطه. صافي ديال البرنامج. انت شاطه ماطه؟ لا ماشي شاطه ماطه، ماطه شاطه. مزيان دوك ربحتي. نعم برافو عليك برافو عليك ربحتي. كان شي حفله ديال حفله دابا دير حفله. كان حفل تتويج. مزيان. انت ما كنتش معوله انت كاع؟ انا نقدر نقول لك انا ما كنتش تايقه بانني ندير لقب، كنت تايقه في فكره المشروع ديالي. واخا المشروع ديالك عندك انت مشروع، دوك المشروع هو اللي نجحتي به. دوك دابا هاد ميس ارافير ماشي الزين. لا الجمال ما كانش معيار ديال باش انهم يختاروا نهائيا. ماشي الزين ماشي الحمام. اسمع منور ماشي الزين ماشي هو التعامل هو المشروع الاخلاق لباقه كيفاش كديري رده الفعل ديالك واش دغيا كتدخلي مع الناس لباقه زعما واحد كتطبق شي واحد كمرتهم لباقه لباقه يطبق شي واحد تطبق لي اي واحد برامج ديال لباقه لباقه واخا لباقه التعامل الاخلاق الاداب الصواب وانت باينه فيك مصوابه انت شكرا انت مصواب الله يحفظك انت باينه فيك مصوابه وباينه فيك غزاله وزعما انت اي واحد يتمناك انت هي البنت اللي كيقول على واحد اي واحد يتمناها شكرا باغا تزوجي؟ لا ما مسالياش واخا ما مسواك انت عندك ما يدار انت لا والله ما مساليه واخا شنو هو مسواك انت دابا انت ميس اغاب فيل شنو هو مواصفات الرجل المناسب بالنسبه لك انت؟ ان شاء الله فاش غتكوني مساليه وتسالي ليه؟ ما كنفكرش في الموضوع باش انني نحط مواصفات تنفكر في الموضوع كلنا كاملين نسرين والله كومون نسرين كومون تبغي تقرا لك شي حاجه من داكشي ديالك ما عمرك ما تخليش فرصه بنادم فيني واخا ما غاديش تلقى ما كاينش ما تهضريش انا ما غاديش تلقى حاتم هذه هي البنت اللي كنقول عليها تبان تبارك الله يا راه هضرتي قاريه وعارفه وانت دير عمل جمعوي وظريفه وحادقه ومصوابه تبارك الله واخا هما جوجه زعما ما حكموش على الزين ولا هذا واللي يكون كانت ديال زعما هي الجمال الخارجي تبارك الله ما شاء الله راه كنت تاتها شكرا اخويا كتهضر عليا وكتشوف فيا انا لا وي راك عارف من باغ ريسبي وي لمياء انت اللي بيناتهم دابا اش كتقولي؟ لا هادشي اللي قال حاتم كاين كل شيء لا تبارك الله عليها غزاله زوينه مأدبه برافو عليكم تقفه بيان سور واخا الله يكون بالخير دابا انت غادي عندك واحد المشروع زوين اللي هو اللي يعاونك بزاف باش 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 تربحتي هذه المسابقه هذه شنو المشروع ديالك؟ المشروع هو انشاء منظمه في العالم في الوطن العربي لمحاربه العنف والتحرش الجنسي واخا هذه ما كايناش هذه هي ما كايناش هي منظمه هي في الوطن العربي مازال ما كاينه كان المغرب هو السباق باش انه يدير هذه المنظمه هذه لمده عام ونص باش تلقى واخا فين داروها فين داروها؟ دارت ولا ما دارتش؟ كاينه كاينه في المغرب كاينه في المغرب انا قبل ما نمشي كنت استشرت الناس اللي كاينين هنا باش نعرف الوضع المغرب في هذا الموضوع هذا اللي هي منظمه
منظمة في الوطن العربي لمحاربة العنف والتحرش الجنسي. كيفاش غتحاربوا العنف والتحرش الجنسي؟ هي المنظمة ما غاتجيش باش انها تناقش موضوع ديال التحرش والعنف، لا باش تعالجوا. كاينين دي بروغرام اللي غادي نديروهم في المنظمة اللي غادي عاد غادي ندرسوهم. هي كانت الفكرة غير فكرة يعني سطحية عندي، واخا كنت دارتها ولكن كتبقى سطحية باش دير منظمة، خاص قوانين، خاص بزاف ديال الحوايج. دونك غادي يكونوا دي بروغرام اللي غادي تعالج هاد الظاهرة هادي اللي كيعاني منها الوطن العربي بصفة عامة، ماشي المغرب ولا مصر ولا واخا. مزيانة القضية هادي، ما فهمتي والو انت؟ لا والو، ما فهمت والو. صحيح لا، حيت ما فهمتش. دابا كيفاش غادي نقدروا نعالجوا منظمة بدي سيونس منظمة جوغ اللي تحرش بها شي حد غادي تمشي ولا كيفاش؟ واخ انا نقول لك اللي تحرش بها غتنظموا غتنظموا مزيان. الفكره ديال المشروع اصلا كلشي فاش عرفوا انني توج بفكره مشروع ديال المنظمه قالوا لي علاش مشيتي اختاريتي هذا. هذه الفكره هذه انطلقت من التجربه اللي انا عشتها. انا من نهار اللي بديت شديت الباك وبديت كندير لي ستاج ديالي ديما في الشونتي في التيران في الوزين. مع انت الخدمه ديالك مع رجال بزاف، مع رجال، يعني تعرضت للتحرش، تعرضت للعنف، تعرضت للتهديد، تعرضت بزاف ديال الحوايج اللي مرضوني واللي خلاو واحد الكوميول عندي كيبقى غادي وكيتزاد، كتبقى تقولي الى متى، يعني فوقاش غنبقى ساكته، فوقاش غنبقى ساكته. الوغ فاش كتجي كتهضري مع ناس تا هما في الدومين كتلقاهم تا هما كيعانيوا في صمت ما كيقدروش يهضروا. انا كنت طرات لي واحد الحادثه بلا ما ندخل في التفاصيل ديالها فاش كنت كندوز الستاج ديالي. دخلي في التفاصيل. دابا القضيه مهمه اللي كاين. دابا انت علاش داري الحجاب؟ دايره علاش؟ واه الا جيت نجاوب راه خاصي ساعتين. لا غير قولي علاش. واش لا الحجاب حيت كاين لك حمايه. فوالا وقار. الحجاب كيحميني. واخا كيحميك. واخا هو في بعض الحالات ما كيحميش، يعني كاين الناس اللي كيتبسطوا عليك اللي غيتحرشوا بك واخا انت لابسه الحجاب. كيكون خلل في هذاك الشخص اللي كيتحرش. وهذاك اللي حنا عارفين خلل في اي واحد كيتحرش باي. شوف الخلل كاين في اي واحد كيتكلم مع شي بنت ولا مع شي راجل مع شي اي واحد في الزنقه اللي ما كيعرفوش وكيهضر معاه بواحد الطريقه اللي هي ماشي طريقه الاحترام وماشي طريقه المعقول وكيتهكم عليه وكيهضر عليه وكيدخل ليه في حياته، حيت كيكون واحد في الحريه ديالو في الزنقه وكيجي واحد كيدخل عليه واحد اخر. كاين البنات اللي كيديروا الحجاب غير من غير الدين، من غير مسائل دينيه، كيديروه غير باش ما غير موضه، كاين موضه وباش يقيلوا زعما باش عما ما يبقاش واحد يهضر معاهم في الزنقه. كاينين ومع بعض ما كيصدقش. حيت خصكم تعرفوا لانه التحرش في الزنقه كاين انواع، وكاين من النوع اللي كاين انواع ديال البنات اللي دايرين الحجاب. كاين واحد الكلمات وجمل كتقال البنات اللي عندهم الحجاب، بحال مثلا هذه تكون واقيلا سمعتيها انت يا نسرين ليا والله يجيب لي فيقنا الفجر. زعما فيهم كلمات عندها علاقه بالدين. زعما راه هو هو باغي. لا ولا باغي نكمل ديني. هذه هي المراه ديال الزواج. زعما المراه اللي دارت الحجاب هي ديال الزواج، هي هضرات خاويه بزاف. هي ماشي بصح. دونك انت درتي اقتناع ديني ديالك باش ديري الحجاب ياك؟ على فكره باش نقول لك انا الحجاب درته فاش كنت في الثاني ابتدائي. واخا يعني سنين دابا. فاش درتو في الاول كنت درت اعجابا بداك اللباس. تالمون كنت كنشوف ماما لابساه، لا فامي ديالي لابسينه، ما درتوش وانا عارفه الدين علاش وهذا. كنت ديما كنقول ماما لا بغيت نخرج ندير الفولار لا لبسي. كتقول لي بنتي راكي مازال صغيره. فدرتو مع الوقت زدت اقتنعت مزيان بزاف ديال الجوانب علاش الحجاب ربي فرضو على المراه. وشنو كيعطيك من بعد؟ لقيتو انه كيحميني، انه كيعطيني وقار، انه كيعطيك واحد العفه، بزاف ديال الحوايج. مزيان. هو كاين عند بال الحجاب كاين بزاف ديال الاستعمالات ديال الحجاب. مرات كتلقى بنت لابسه الحجاب ولتحت الحجاب. هذيك الساعه كتجي غريبه ياك، حيت هو الحجاب هو لبس زعما في كل شيء. من الرجلين والراس. الحجاب راه كيكون في تصرفاتك في اخلاقك قبل ما يكون في المظهر ديالك. معلوم. يعني باش ماشي انت دايره الحجاب وتصرفاتك تعلق مع اللباس اللي راكي لابسه ولا مع الشكل اللي راكي كتبريزونتي. والله هذه الناس كاين بنات دابا اللي كنشوفهم دايرين الحجاب موضه، حيت دابا خرج بحال الا راه موضه الا درتي حجاب ولا ما غطيتي غير شعرك وخلتي عنق كيبان. المهم كاين بزاف ديال الاشكال. فهذا امر يؤسف جدا. ايوا بو الله. في الجانب الاخر اللي كيصدمني اكثر كنشوف بنات اللي كانوا دايرين حجاب سنين كيحيدوه. فاش كتهضري معاها كتقول لك ولا راكي منع عليا الخدمه وانا باغي نخدم هنا وما كنلقاش هادي وكيمنعوا. هذا المشكل كاين. هذا كاين مشكل كاين في مجالات، ولكن شوف راه ربي اللي كيرزق ماشي العبد.
الا كنتي تايقه في الله راه هو اللي غادي يرزقك، علاش انت غادي تتعصب واحد الحاجه وباغي يرزقك في حاجه اخرى؟ ما فهمتش انا، ما كايناش لا لوجيك في هذه الطريقه هذه ديال كتحيديه باش تخدمي. ما كتفهمش ليا انا. فانا كنحترم، انا كنحترم حريه الشخص. شوفي بغيتي ديري الحجاب ديري عن اقتناع، هادشي اللي كاين حيدي عن اقتناع، ماشي رقم شي سبه رقم شي حاجه رقم شي هدف. ديري اي حاجه درتيها ديري عن اقتناع، حتى الا حيدتي وقلتي لي انا مقتنع حيد وكنقول لك شوفي الله يكمل. مي هذا المشكل كاين، انا وصلني دي ميل قبل هذه القضيه، البنات اللي ما كيخدموش حيت عندهم مشكل ديال الحجاب، كيمشيو بالحجاب ولا التصويره ديالهم. سيغتان سيكتور واقيلا سيغتان سيكتور ما كيكونوش هادشي، هادشي حشومه هادشي صراحه. بحال دابا انا نقول واحد القضيه، دابا انا كتجيني غريبه مثلا، قليل بزاف البنات في التلفازه اللي كيدوزوا بالحجاب. نعم. واحد حاجه اخرى كتجيني غريبه، وانا في اشار ما كاينش في الاشار، ما كاينش البنات اللي دايرين حجاب. دابا انا جاتني واحد الحاجه غريبه مؤخرا، شفت واحد لافيش عيد المراه بلا 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 8 مارس بلا 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 بلا، دايرين اربعه العيالات وتحده فيهم دايره الحجاب. سي با تخيولوجيك، فهمتي؟ ماشي معقول، هادشي ماشي معقول. بون البنات اللي عندهم مشكل في الخدمه في الحجاب في زونتروتيان دومبوش، عندي لكم الحل، ديروا الحجاب نهار الاول شكون غادي نونتروتيان، حطوا منو شي بيروك. والله ما عرفتش واش كتحسب ولا ما كتحسبش، كيفاش كتحسب. ديروا شي بيروك، دوزوا لونتروتيان، غير تكملوا تخدموا تسينيو كونترا. ايوا لا هذا واحد، هذا مشكل، هذا مشكل انا لقيته فاش تسجلت في الدكتوراه. باغا ندير كوتوتال، باغا نمشي ندير ستاج ديالي على برا. مزيان. فاش كنقلب انني باش ندير ستاج في اندوستري ديال برا، كيقول لك فوالا تخربيق. فهذا حلم وطموح عندي، وكنلقى ان اللباس ديالي غيمنعني من الطموح. كنقول ماشي مشكل، كيما ربي غادي يرزقني في حاجه اخرى، غادي على حسب. كاين بلدان بحال دابا في الانجليز مثلا، غادي يخدموا العيالات اي زي يبغي يلبسوا في كل شيء. كاين واحد ما يستسلمش، يبقى مقتنع ويكون عنده مبدأ، وراه ربي راه كيشوف. هادشي اللي كاين. دابا انت المشروع اللي كتخدمي عليه منظمه؟ نعم. غتخدمي عليه ان شاء الله بحول الله والحمد لله. فاش تعلن الخبر اتصلت بمكالمات من الناس اللي باغيين يطوعوا معنا، حيت هي الفكره ديال المنظمه غادي يكونوا فيها مجموعه ديال الاشخاص اللي غيكونوا اطباء نفسانيين، قضاة، محامين، الناس ديال القانون اللي غيكونوا متطوعين معنا في المنظمه. والحمد لله غير انفو تعلن الخبر ديال التتويج هنا في المغرب، غي مفاجئة المغرب، بداو كيعيطوا لي وكيقول لي احنا مستعدين نعاونوك، مستعدين ننضموا. درجة بنات عندي في انستغرام اللي كنحييهم جاوا قالوا لي نسرين حنا بغينا نستافدوا، حنا راه كنعانيو. واحد النهار قبل ما نمشي كنت سولتهم، قلت لهم البنات كل وحده تعاود لي على قصه ديال التحرش، ما عرفتش واش كنتي شفتيها ولا لا. صدمت، عرفتي القصص اللي وصلوني كيبكيو وساكتين ساكتين، وكاينين وحدين اول مره غيكتبوا لي ويقولوا حنا كنا ساكتين على شي سبع سنين تم سنين. علاش ساكتين؟ ساكتين. دابا هذا هو المشكل، فاش المراه كتعرض للتحرش ولا البنت خاصها تسكت. علاش؟ حيت مازال حنا عندنا عيب انك الا تعرضتي للتحرش وقلتي زيتي يدك وقلتي انا تعرضت للتحرش، انا تعرضت للعنف، كيبقاو يلومك انت مراه، كيقولوا لك لا وانت السبب، وانت كون ما درتيش ما كانش هو غيشوف فيك. هادشي اللي كاين. ولا عيب. راه شوفي الا قلتي انا تعرضت للتحرش راه ماشي عيب، ماشي حرام، وماشي شي حاجه خايبه، راه المشكل ماشي فيك انت، المشكل في هذاك اللي تحرش بك هو اللي خاصو يتعالج، ماشي انت غتعالجي بسبب هذاك الضغط اللي دار لك ولا هذيك الحركه اللي دار لك. فهذاك الشيء اللي وصلني من البنات، واش عباد الله مرأة حاملة كتعرض للتحرش. علوم الله يودي. شنو بقى فوق هذا الشيء؟ شنو بقى؟ وكتمشي للدار وتبكي، فين هي نفسية المرأة؟ فين هي؟ كتكون أم. مشكلة. المشكل هذا كيأثر بزاف على المرأة، وأنا كنشوف الأمور بواحد لوجيك. العمارة فاش كنبغيو نبنيوها ما كنجيوش وكنحطوها فوق الأرض، كنبنيو ليها الساس، فالمجتمع ديالنا الساس ديالو هي المرأة. يعني المرأة اللي كانت نفسيتها محطمة، كيفاش غادي تربي لنا جيل صالح؟ كيفاش تربي لنا أسرة؟ كيفاش تتعامل مع أولادها؟ كيفاش تتعامل مع راجلها؟ فهذاك الضغط اللي كيكون عندها من المجتمع وهذاك التحرش كيخليها واحد الكوميون عندها كتولي أغريسيف، كتولي داكشي كتخرجوا في أولادها، كتخرجوا في خدمتها، كتخرجوا في معزز ديالها. كاينة كاينة مشكل كبير، حيت كاينين شي وحدين اللي هما ما كنعتبرهمش أنا بنادم. صراحة كاين تصرفات حيوانية. تصرفات ديال الحيوانات، فهمتي؟ صراحة حيوانات ماشي بالضرورة. دابا فاش كنقولوا التحرش والعنف ماشي ضروري يكون ملموس، التحرش لفظي راه غادي يخلي وحدة يمرضها. المشكل اللي كاين هو التحرش في أماكن العمل. معلوم. أماكن العمل في الجامعات. مخلين لنا الشارع، نقولوا الشارع غيقدر يكون فيها مختل عقلي ولكن أنت
لا بزاف بزاف المختلون عقليون ها سبيطاره الحماقه راه ماشي سبيطاره راه بزاف راه شي سبعه سبيطارات كاينين مسرتلين في الزنقه هذوك هذوك الله يهديهم وهذوك مرفوع عليهم القلم ما غاديش نجيو نتحاسبوا لا ما كنهضروش كنهضروا على الناس العاديين عادي داكور فهميني دوقيني دابا كنهضرك على الناس العاديين اللي كيلوح كلمه للمراه كتكون دايزه وعندك الحق فتجي كتقولي انه كيأثر نفسيا على المراه في التعامل ديالها كيعذبها حيت كتبقى تخمم ديك الهضره حيت ما كتقدر دير معها حتى شي حاجه كتولي لدرجه كتشك في راسها كتقول ياك ما انا فيها شي حاجه ماشي هي ديك اللي كتشك فيها الناس انت عاديه وهاد الناس زعما نقول لكم واحد القضيه انا كنخمم فيهم دابا هادو اللي كيطلقوا الهضره اللي كيقول شي هضره زعما الا ما كانش شي واحد غيجي يهرسك هذاك الفم باش ما تبقاش تعاود عاوتاني تقول ديك الهضره ما كاين والو القانون ديال التحرش سمعنا به وسمعنا عليه والناس اللي تحرشوا بشي واحد واللي قالوا داك الشيء سمعنا عليه تاعينا وما دار فيه والو انا صراحه ما عنديش علاش علاش دابا التحرش فاش كتمشي كديكلاري وكتقول تعرف كيقول لك فين هو الدليل اصلا التحرش كيكون مخبي ما كيكونش قدام كاميرا كيكون بينك وبين داك الشخص اللي تحرش به اي هادشي اللي كاين كاين الحكاضره فاش كتمشي كديكلاري تحرك كيقول لك وريني الدليل ما كيكون هذاك الشيء علاش القانون مازال ما كيجي لصالح لهذيك الضحيه ف فالقضيه معقده بزاف غير لو وقعت شي في الشارع العام وكانوا الشهود وشافوا غير الا كانوا كاميرات كانوا شهود شوف واخا يكونوا الشهود فانا الحديثة اللي تعرضت كانوا 4 ديال الشهود رجال وشادوا زور لصالح السيد لصالح السيد اللي معاهم باش ما يخرجوش عليه حيت كان غيجر عليهم الخدمه وانا كنت اوتون كو ستاجير دونك هو كيفاش تحرش بك هو لا هو كنت انا تعرضت للتهديد بالعنف والشتم داخل المؤسسه وما كانش كاميرا للاسف ما سكتش انا جي ريكلامي ديريكتور اراش وما سكتش ولكن دابا المراه كتاكل واحد البنت كنا عاودت ليا صفطات ليا ميل عاودت ليا هي خدمه في التكنوبوليس في الرباط خدمه في التكنوبوليس هاد البنت هادي وكانت كتجلس في طوموبيلتها كتسنى صاحبتها تسالي خدمه باش تمشي معاها وجاو موني طاكسيات جاو موني طاكسيات جاو واحد جاو شي ربعه وهما رجال زعما بمسطاش ديالهم شي واحد فيهم بدا كيهضر معاها شي هضره خايبه بدا كيقول عليها قالت الاخرين قالت لهم انتم كتشوفوا فيا انتم اش واقفين كديروا قال لها راه انت اللي لابس هذاك اللباس راه قال لها راه غزاه فيك مزيانه فيك انت اللي تعلمي لقيت لبسي هذا اللباس دونك هذا مشكل عقليه كبير دابا هادو الناس هادو واخا تقول لهم اللي قلتي لهم واخا تقول لهم شوف تقول لي انت حيوان تقول لي انت حمار تقول لي اللي قلتي لي هو فهمتي عنده واحد العقليه مسدوده يخص ما عرفتش شنو خاص خاص عقوبات مثاليه وزير انا ما خاص ديما خاص ما نقول لكم كلمه واحده كون كان التحرش حرشه كل كليتو انايا حرش بحال هكذاك بلا خاص عقوبات مثاليه باش نكونوا واقعيين راه كاينين شي بنات الله يهديهم هما كيقلبوا على التحرش دابا هاد الهضره هادي اللي هي شكل شكون علاش كيقلبوا على التحرش انا اللي بنت كنعيش في المجتمع ديالي بعض المرات كنشوف شي بنت اللي بلباس اللي لا يقصب الدار وين واش هادي يكون كفس مثلا في شنو لابسين البنات في اوروبا اوروبا راه التحرش فيها راه اكثر من بغيت نقول لك لا انا تنظن بان التحرش تيبدا الانسان هو اولا راه شي حركه ديال ميتو تعطيك الاخبار ميتو اللي تعلنات في امريكا ضد المخرج اللي تحرش بممثلات بحال بالونس تون بور مازال دابا في امريكا ما كيضحكوش مع التحرش سي سا دابا شحال واحد مؤخرا ميت شحال واحد مؤخرا ميت شوف عندهم هنا شوف حنا في الميريكان التحرش ما كيضحكوش معاه الا حصلوا شي واحد ماشي بلا شي واحد القضيه ماشي غير كي الحبس ولا عقوبات كيخلص لا لا كارير ديالو كتموت كيبقى شي ما بغى يكون لويس سي كاي مؤخرا واحد الموريست واعر بزاف وقع له مشكل بزاف المشاكل وقعوا في لوس انجلوس كلهم خبروا ما بقاوش كيبانوا عمرهم بقاو يبانوا اركيلي مشكله وقع عليه هو بقاش كيبان فين فوالا هادشي اللي كاين غير حنا عندنا هنا مازال ما تنسهلوا مع هادشي هيا هادشي وقعت كنتي هما شهدوا فيك ربعه المراه مازال كتخاف هذا هو المشكل فاش كنشوف بنات كنقول لها علاش ما هضرتيش كتقول لك انا خايفه ولا ودارنا وخدمتي وقريتي حيت صاحبتها ما وقعوها كيتحرش بطالبه كيقول لها الا هضرتي مشات لك قرايتك في خدمه كيقول لها الا هضرتي مشى لك البوست ديالك وهي كتلقى راها هزه دار عندها ظروف وشنو الحل بالنسبه لك انت دابا فهادشي كامل فمن هذا المنبر الا تعرضتي للتحرش ولا العنف هضري ما تخافيش راه كاينين الناس اللي غيوقفوا معاك كاين قانون اللي غيجي من جهتك فين غتهضر تهضر كاين منظمه راه غادي تسمع ليها هادشي علاش راه غادي ندير المنظمه واخا المنظمه ان شاء الله والله فهي غتكون مركز استماع لهاد وعندك راه قلتها هاد المنبر قلتها في لو كونت ديالي انستغرام قبل ما نقولها عندك ايوا فهاد وكل شيء مستعد انه يجي يكون كمتطوع وكمستفيد ان شاء الله
ان شاء الله واللي وهضروا هضروا على حقكم وهضروا على رزقكم. واحد الحاجه اخرى كانت شحال هذه وما بقاتش هي يعني بنادم كان تيتدخل ملي تيشوف بحال هاد بحال هاد اللعيبات فهمتي تدايز تشوف شي واحد تيبسل على شي وحده شي واحد كبر منه تيقدر يهضر معاه تقول له الله يهديك ولا يدور فيه ولا شي حاجه. دابا لا حيت تقدر انت تكون غادي وتشوف شي واحد كيهضر مع شي وحده توقف عليه تقول لك هي ايوا ما نتزوجوش حنا الزق انت بمشكل واحد اخر دير خير ما يترابعش الزق انت كتغني في راسك اش داني اش مشيت داني. واش بغيتي تقولوا لنسرين انا يجب تقول نسرين نسرين الثاني اللي عندك لقب ملكه محجبات العرب وافريقيا الله يكون بخير. ما انتيش غاديري في حياتك انت باش غاديري غادي تدري منظمه تخدمي عليها ان شاء الله غادي نبدا قبل المنظمه ان شاء الله غادي نبدا بمبادره اللي غتبدا في المغرب اللي غادي تكون فيها 16 مشاركه اللي كانوا معنا مزيان مصريات كان العراق وفلسطين ومصر فغادي نحاولوا نديروا واحد الحمله تحسيسيه وتوعويه في جامعات وفي في مؤسسات مزيان. اللي غنبداو بالمغرب وان شاء الله غنكملوها في الوطن العربي من بعد عاد نطلقوا المنظمه حيت المنظمه باش نلقاها ماشي سهله خاصها دراسه عميقه جدا معلوم. وغادي تكملي الدكتوراه ديالك ضروري الدكتوراه اصلا كانت هي حلم الطفوله ديالي ولحد الان راه الدكتوراه هي هي مزيان اللي طالعه فوق. وداك التاجي لابسه دابا كتبقي لابسه دائما نهار كامل؟ لا ماشي تخيل معايا غدا مع نهار كامل خرج السلام عليكم السيد الخشي بغيت غادي نسيت روح ليب وجوج خبزات وربع زبده بالتاج. لا 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 التاج خاصني شوف شوف التاج شوف التاج التاج غاسين بان به في البرامج في البرامج مالهم تخي تخي بيان ولابسه حتى الوسام الوسام ديال ميسا غافيل جميل جسويت هادشي اللي كاين غادي ديرو معلومه نديرو بحال جول سيزار سلطان سليمان معظم ما جاش معاك انا عاس حاس بيه دابا ما جاش معاك عندك يطير مايل 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 ايوا واتساب مان ستيل يو 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 باش نسميوك ملك مالا ملك الجمال. انا مومو خلوني مومو الله يخليكم الله يجزيكم الخير خويني مومو ترونكي ما بغيت حتى شي حاجه غادي ضحكين حنا هنايا هادشي ها كنضحكوا خلوني مومو ترونكي بخير عايش حياتي بخير. شوف التقويصه بعدا قوسه هي خرجت لي في الرجل في هادي شي تقويصه انترن باسكو خرجت لي في ليغامون انترن فوالا شوف لا كلاس ها دير بحال ديك الحريه تمشي الحريه سي فغي فغي ياك. اش بغيتي تقولي انا اش بغيتي تقولي لنسرين نسرين هادشي كله اللي قلتي فيه زوين وانت بحال اللي قال حاتم انت زوينه اصلا هذا هادشي كله سي ليديال اللي كنبغيو نسمعوه للتحرش غادي يمشي داكشي كله دوك المبادئ اللي كتدافعي عليهم زوينين بزاف مي موا جي ان بروبليم مع تو سكي كومبيتيسيون ديال لي ميس كي ميت ان فالور واخا تقولي لي الجمال ما ماشي معيار ولكن كما كان الحال راه هي اون برون ان كونسيديراسيون الجمال ديال زعما الجمال ديال السيده قبل ما تبدا كتهضر دونك ديجا سا سي اون بروميير امبرسيون اللي كتكون عندنا ملي كنشوفو كنكونوا منفتحين على لا كونفرساسيون باغيين نسمعوا لها اكثر سا دونك جو سوي سور كو راه الجمال معيار في ديك المسابقه واخا سا غيست توجور ليديال اننا نسمعوا لا الجمال كي والو ولكن نو بنادم فحال هكا ملي كتكون شي وحده زوينه كتهضر قدامك كتسمع ليها وكتعطيها وقت تو سي بيان دوماج مي سي كوم سا فهمتي اي دخلتي ديك الشخصيه ديالك في الموضوع جمال كيسمع ليها انا موا قلت لك جي ان بتي بروبليم مع هادشي ديال لي ميس اي تو دو ان لا كاتيغوريزاسيون ديال لي ميس دابا هي ميس حجاب بوحدها وميس عاديه بوحدها دونك كان عندي انا ملي سمعت قبل ما نشوف التصويره وعرفت كاينه اون ميس حجاب تخيلتك طويله رقيقه ماشان دوك المعايير ديال الجمال اللي كيداروا في لي ميس دونك فرحت ملي شفت عاوتاني حتى لي زعما لي فيزيكمون زعما المعايير تبدلوا الجمال سي اوتر شوز سي بنت عاديه بحال طول الموند دونك حتى انا نقدر نكون اون ميس ديال شي حاجه وحده اخرى دونك تحل الافاق لبزاف ديال البنات انهم يلقاو راسهم ميس سا دو ان تفرجي في كاسا دي بابيل لا مازال مازال تفرجي فيها حيت في كاسا دي بابيل فاش كان شي ممثل زعما غيوقع عليه زعما كيكون مخربق وزعما فشي شروينه ترشي فيها انت يا نسرين لا لا ما تفرش فيها فاش كيكون شي ممثل فيهم زعما كيوقع عليه شي مشكل ولا شي حاجه كيبينوه واحد الوقت عفط في ضايد الماء كون كنت دابا في كاسا دي بابيل كون نصورك انت عفط في ضايد الماء سو
السؤال ديالي سي كو فهاد لاميس فوالا ما كيسيون سي انا عندي ان بروبليم هادشي ديال لي ميس حيت كيبينوا ديما ايل ميت اون فالور تو سكي اي بيان دونك حتى داك معسكر المعسكر اللي درتي التدريبي سي توجور ميت اون فالور تو سكي لي كاليتي ديال لا نانا ايتو اسكو يا ان ديفو كلكو بار من غير انني سي توجور كوم سا جونغ انا متسامحه وانا ديما هذا سي ان ديفو اسكو يا فريمون ان ديفو كلكو بار دابا انا عرفت القضيه رجلي ما ضرتنيش صباح كامل حتى دابا ولا تكدرني علاش رجلي دابا ولا تكدرني دابا علاش كنتي ولا تكدرني اي اسكو سي فري واش كيكونوا لي ريزولطا معروفين قبل يعني من الاول كتكون ديجا عندك واحد عارفه راسك راه اسكو كاينين دي رومور كيقول لك باللي هي كانت عارفه راسها هادي دابا خلصتي ميس فرنس مع ميس عرب فيل مع ميس ماروك مع ميس اونيفير خلطتي كاع دوك لي رومور المهم علينا شو تقول لها شو بان يسري المسابقة كان هدف ديالها لهدف إنساني كاينين شروط اللي حطوهم باش يختاروا منهم بزاف ديال المتسابقات متسابقة واحدة فهما داروا دوك المعايير اللي قلت لك ما كانش الجمال كان المستوى الثقافي الدراسي انت قلتي لي فاش كتجي شي وحده زوينه قدامك كتهضر كتسمعي لها ولكن فاش تعرفي ان النيفو ديال داك السيد شنو عنده في راسه فراه غتسمعي ليه واخا ما يكونش زوين معلوم فاش اختاروا هذيك السيده ماشي هي ما راهاش ملك حتى هي انسان وعندها لي ديفو ديالها وعندها لي كاليتي ديالها انا فاش خديت اللقب وكنهضر باسمي فانا ماشي ملك حتى انا عندي مي ديفو ولكن الفرصه اللي جات دابا بين يدي مسؤوليه كبيره بين يدي انني غنخدم على راسي ونزيد نخدم على راسي نزيد نخدم على الحجاب ديالي نزيد نخدم على التصرف ديالي على التعامل ديالي على الافكار ديالي غادي يزيد يحسني الافضل وهذيك القضيه ديال ان النتيجه كتكون معروفه لا ما كناش عارفينها الطريقه انا في الاول بعدا فاش كنت مشيت في هذيك الثلاث ايام دغيا دخلت مع المصريات ودوك العراق وهذا كندير معاهم لي ستوري كنقول لهم اجيو هضروا مع المغاربه قولوا لهم يجيو عندكم وهذا وهما ايزون غوماركي هذا الشيء والبنات فاش دخلت معهم ديك الطريقه بفمهم كيقولوا لي نسرين انت كتستحقي دير اللقب كلهم قبل ما نديوها فاش النهار ديال الحفل التتويج المنافسه كانت قويه بزاف حيت البنات هما اللي كانوا مستوى ثقافي عالي جدا كانوا معنا اعلاميات اللي معروفات بحال ظلال هي اعلاميه معروفه في العراق يعني وكل وحده بروجي ديالها رائع جدا تما حنا بيناتنا شكينا زعما شكون اللي تقدر دي اللقب فاش تعلن الخبر الا شفتي الفيديو ردت فعلي تلمو مصدومه انا رجعت للشومبر ديالي وما متيقاش وكنقول واش بصح هادشي ولا ماشي بصح ما متيقاش الصباح لا غدلي وكنقول واش بصح داكشي اللي طرا البارح تلمو ما متيقاش باقا لحد الان كتقول واش بصح ولا ماشي بصح لا دابا شويه كنفيق شويه ماشي انتما بقى فيك الحال ما لا با دي تو صافي خلي صافي سي بون لا تري كولتيفي زعما شكرا سي اغريابل دابا انت حتى شي كومونتير لا واش من ميسارة عيقتو وقويتو لي ميس بروفيل اخر بروفيل كاتبه فيه جوني مار خلي فرا صافي سي بون خدات ميس اغاب في سي بون بصح حتى الله يعاونها سي بون فرحوا لها مالكم تبقى ديما هذاك الشيء ديال ينعكسنا حاتم نسرين تستاهلي هذا اللقب بس معنا دابا واحد نص ساعة ولا سميتو نقدر نقول بأن تستاهلي الطريقة ديال الهضرة ديالك اسمع ديال الطريقة باش تقولها ما مكرتيش تسمعها أكثر سي معنا نص ساعة ما طولتيش نتمنى هاد الفكرة ديال المنظمة ما تبقاش هي فكرة حتى نظن بأن مازال ما كاينش أن فغي بروجي يعني كلكم هضرتوا على الفكرة فوالا فكرة أولية سطحية التتويج الفكرة ديالها ليتيود دو مارشي عرفتي علاش حيت في الأغلبية ديال لي كونكور دو ميس الاغلبيه تيجي وتعطيو الميكرو تيقول لهم شنو هو لو بروجي ديالك مثلا تلقى الاغلبيه تقول لك ما تبقى ما يبقاش الجوع في افريقيا مثلا ولا تولي يولي السلام في العالم فهمتي يعني نتمنى بان هذه ما تبقاش هي فكره وتولي فريمون كاينه على ارض الواقع والله يوفقك في المسيره ديالك عتفك قليل اللي قالوا زعما شي بروجي وداروا فوالا سي صا صعيب لا انا قريب ان شاء الله المبادره قريب نتلقاها في المغرب ديجا كما قلت لك توصلت مكالمات الناس اللي مسؤولين زعما بغاو يضمنوا معايا ويدعموني فالمبادره غادي نبداها بلادي ان شاء الله عاد ديك الساعه نمشي لبلاد اخرى ان شاء الله توفيق كنا نوال بهضر معاك نوال بخير وي بونجور صباح النوال صباحك بخير صحيحه صباح توت ليكيب كلشي على خير الحمد لله كلشي بخير الحمد لله
Nesrine, Anaya, je te félicite pour cette idée. Merci. Et je t'encourage à aider le Qaddam, Inch'Allah, vous réaliser le projet ou te retrouver avec les femmes au Maroc. Bien. J'ai une petite question. Ouais. C'est par rapport au modèle de Nesrine, qui a dit la Sida de Technopolis. بغيت غير نعرف واش هاد المنظمه غتكون محصوره جوست في لي فام فوالي ولا توت لي فام لا لا ما غتكونش منحصره على المراه المحجبه فقط على اي امراه حتى دابخ المداخله ديالك قلتي له كاينين دي فام تما كيلبسوا شي حوايج هما اللي كيجعلوا الرجال باش يتحرشوا بهم يعني حنايا اون ايم غي بيان ايفيتي سو جونغ دو شوز كيتحرشوا بك واخا تكون لابسه خنشه. اون جينيرال باش ما تكونش اون ديسكريميناسيون ولا يكون تحت العوان وكل امراه تقدر تكون لابسه شي لباس اللي هو عادي واحد يتحرش بها كوم تكون فوالي نون فوالي حنا راه كلنا ديسا. خاصة ما عرفتش انا حيت هذا واحد الموضوع كان ديما كندير ليه التحليل كنحلل فيه كنخمم فيه بزاف كنشوف شي واحد كيهضر مع شي وحده ولا شي حاجه. المهم انا واحد انا من النوع اللي كنوقف كنوقف ندير كنقولها في ودنا نقولها ديري بحال اخوك فهمتي خفي ولا ديري بحال ديري بحال ولد عمك فهمتي كنوقف ولد عمي لاباس بخير شخبارك لاباس عليك الاخر واخا يكون يدير معاك يدير منك الضعفين ثانيه كتوقع واحد فهمتي العائله لا كيجيو دي سيتياسيون مومو اللي كتعرض للتحرش وكان خاصك رده فعل حيت كاين اللي كيمد يدو كيشوف انه هو كرجل فهو قوي عليه يعني شنو ما درتي ما غاديش انا هاد القضيه هادي مع عندي اختي صغير عليا كنقول لها ملي كانت صغيره كنقول لها دخلي تعلمي شي سبور دخلي دابا تعلم دخلت كدير لايكيدو يلا ديغنييرمون خدات الحزام الاسود في لايكيدو ودابا كتوجد الدوزيام دان في لايكيدو فراه عندي اختي بحالي لا عندي خويا لدرجه راه كدير لي ديمونستراسيون ديالها بالسيف شفتها كدير بالسيف يعني كنقول شابو فيك تكون فيك تكون بس خلاص لا تصفح عليا حيت انا فيك تكون باش يعلموا الناس كيتصنتوا ما يقربوش لها فيك تكون هي فيك تكون كتكون معايا فيك تكون كتكون معايا صراحه البخوني في لوريجين كاين زعما في لوريجين انه الناس ما فهمتي كل واحد نوع ديال الكبت هادشي اللي كاين هادشي هادو المشكل هو اللي كاين داكشي واحد كيدير شي حوايج بواحد الطريقه اللي هي حيوانيه فهمتي دابا ما كيضربش حساب اش كيدير ولا اش كيقول ولا دابا واش شاف بنت وهاد السبه ديال لابسه انا ما كنديش معاها راه كيقول لك راه هي راه كيقول لك كل نوعين مرغوب راه فاش انت كتزيدي كتستري راسك كيزيد هو كيضرو راسه ويزيد يبغي هادشي لباس ما كاينش لباس ما كاينش شي حاجه لابسه في دول وحده اخرى في بلايص وحده اخرى ما كاين داك الكبت ما كاينش شكون واضحين دوك دوز احترام وتربيه دوز بحال تاعري انا ما كيهضرش معاه فهمتيني هادشي الشيء اللي كاين كلشي التربيه نوال شكرا لك نوال خصنا نوقف على هادشي نعم شكرا لك عيطتي لنا نوال من كازا جو فوز ان بري ميرسي بوكو بون جورني شكرا لك لميس بغيت تقول انا بغيت نعقب بعدا غير على النقطه الاخرى ديال اختك مزيان تكون عندها كدير شي سبور بحال اختك بحال شي وحده اخرى بحال اللي قلتي لها ضمنيا ان غاتك تواجه العنف الجنسي بعنف ما يمكنناش نوصلوا للعنف بالعنف لا كاينه المراه كطيح في السيتوياسيون دابا انت غاده في الشارع جات عرض لك واحد اللي دفعك ولا واش غتبقي مربعه يديك فانت شي مرات واخا تكون عندك زعما هاد المؤهلات الرياضيه كتكوني محميه كتكوني مع راسك كتكوني حاميه راسك المهم بعدا عندك طرق الدفاع على راسك فانا الا حطيتيني غير قارنتيني مع اختي وجا شي واحد دفعني ولا دار شي حركه هي راه غادي تشدو تلولي عليه ان شاء الله اللي قيس كنتيا ما غاديش تقل عليه لا هي تالمون داك فاش دخلت كدير هاد السبور هذا مزيان تثقه في النفس ترجعتي ولي بنادم تيقف بزاف بزاف لدرجه بعد ما تقدر دوز من بلاصه خايبه وراه عارفه راه واخا يتعرض لها شي واحد راه عارفه لي تكنيك باش غدافع على راسها انا ما نقدرش ما نخاف انني ندوز شي واحد انا حضرت لها اللقطه هذه سكتش ياك فريم حضرت لها واحد النهار واحد خينا كان دايز وواحد البنت كيبقى كيتبس لها بقى تابعها كتقول لي سير في حالاتك كتهضر كتقول لي سير في حالاتك كتقول لي سير في حالاتك خويا سير في حالاتك كتهضر معاك سير في حالاتك كنقول لها على مالنا شوف حالاتك راه ورا الزين وداك الشيء وعاوتاني ويا الدماغ واحد تمرميقه كديريا سيرمون تكون كدير شي كيك بوكسينغ عرفتي واحد التبرويقه دارت بها فهمتي انا هو كان موراه هو كان غادي موراه وجمعات معاه هكذا شلا وهي بالك الاخر طاح في الارض ولا ولا واحد صوته تبدل اختي راه عتك تحب 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 تحب
منظر شكل وين نيسرين ده مسألة منظمة مسألة مزيانة وعندك عندك رسالة سواء بالحجاب أو بلا حجاب مهم عندك رسالة وعندك واحد الهدف معين بالنسبة للتحرش الجنسي هو أصلا مشكل بنيوي كيبدأ من التربية ربما ما خصيش يتعالج غير في يعني بين الجدران ديال هاد المنظمة ولا في هاد الكادر ديالها وإنما يمشي للمدرسة خاص دار هنا كل مرة كتبان ضرورة ديال تطبيق التربية الجنسية وتوعي الدراري الصغار من الصغر ديالهم يعرفوا مجموعة من المبادئ ينفتحوا على الآخر أي حاجة اللي غادي تزيد شحال نقول لك توسخ العقل ديالهم التحييد خاصهم يعرفوا بزاف د الحوايج يتوعاو باش غدا وبعد غدا يكون عندنا واحد الجيل صالح ديال البنات اللي عارفين ان الاعتداء الجنسي يقدروا يهضروا عليه وديال الرجال اللي هما عارفين خصهم ما خصهمش يوصلوا كاع لهاد المرحله ديال التحرش ولا الاعتداء دونك المساله ديال الصغر وديال التربيه قبل ما توصل ديال المنظمه فيها مجموعه من المسؤولين والاطر اللي غادي يوعيوا الجيل ديال اليوم خاص خدمه كثيره على هذا الموضوع مزيان تكون عندك كيما لك رساله برافو عليك هذا الشيء اللي قلتي كامل حنا داخل عندنا غادي هي غادي نحاولوا اننا ندخلوا الثقافه الجنسيه للاطفال كيفاش يعرف الحرمه الجسد ديالو كيفاش يعرف المناطق الشخص الاخر اللي يقدر يقيسها شنو اللي ما يقدرش يقيس ايضا المنظمه كتخدم على الاستمراريه هذا هو الهدف ديالها المنظمه الرساله ديالها هي ان خلي الانثى بالنسبه للرجل خلي الانثى تعيش معك في حب وسلام في المجتمع ديالك ما تشوفهاش العدوه ديالك ولا اولا العكس خليها فوالا ولا الفريسه خليها تخدم خليها تقرا خليها دير لي زاكتيفيتي ديالها كما بغات ما تخليهاش تقول لا راه الا درت هذه راه والعكس عاوتاني لان حتى دابا ملي كنلقاو راسنا كنربيو المراه لان الرجل هو العدو ديالها كيف ما كنربيو الرجل لان المراه هي العدوه ديالو هما بجوجهم عايشين في مجتمع واحد كيتقاسم مجموعه العلاقات انا كنقطع عليكم تشربوا شي قهوه اليوم في العشيه نتوما النقطه اللي شارت لها السيده اللي اتصلت لنا ونحاولوا ما تطيحوش في هذاك الاشكال ديال السيده محجبه السيده غير محجبه هذا واحد الباس كيتسمى مستفز ولا هذا الباس محتشم اللي المشكل راه ديال التربيه ما كاينش لا هو المنظمه هي صريح المراه العربيه والمضحك في الامر هو فاش تعلن الخبر ديال المنظمه توصلت برسائل من الرجال اللي قالوا لي فاش تسالي هذه المنظمه دير واحد المنظمه ديال العنف ضد الرجال والتحرش ضد الرجال كاين كاين صح كاين وكاين توصلت برسائل طوالين الرجال اللي قالوا لي زعما تعرضوا للتحرش والعنف وقالوا لي راه مسكوت عنه المشكل انا عندي اقتراح واحد انا يسرين الله يكمل لك بالخير مزيان شي درتي امين شكرا اقتراح واحد هو انه منظمه مزيانه ولكن كون درتو مندمه هي كتندم اي واحد تحرش شي مره كتندمو منظمه ستندم اسمها مندمه اللي كتندم الناس شكرا لك نسرين الثاني شكرا والله كيفك بخير اختي امين شكرا ايوا ان شاء الله والله يسهل عليك مزيان هادشي مزيان هادشي كديري فيه دوك غادي تكملي انت في انستغرام دوك تبعها نسرين الثاني دائما الطاقه الايجابيه وداكشي وداكشي والمنظمه دابا المنظمه هو عندك ترى بزاف البروجيات لاحظتوا انه اي واحد كيضرب بروجي ديالو في المغرب ما كيصدقش عرفتي علاش كيقوسوا عليه يبقى غادي ندير غادي نفعلو غادي نديرو اغلبيه البروجي ديال ستخوم ما كتسمعش بهم حتى كيخرجوا تولدوا صح دوك عندك حدا راسك خمسة وخميس عند الحسود فيها عاود شكرا لك انا يسرين شكرا للجميع شكرا مومو